نسمع، شفت كرسي المساج ده؟ ايه رايك نجيب واحد نحطه عندنا في الليفنج؟ زي ما انت عايز. ما فيش حد هنا ولا ايه؟ لو سمحت، بكام كرسي المساج ده؟ الكرسي ده عامل 75,000 جنيه، وبعد الخصم والصدور عامل 85,000 جنيه، وعشان نجيب حالنا اول مكان عامل 30,000 جنيه. هو بيقول ايه؟ هو تقريبا عايز يرجع الكوكب بتاعهم بس مش عارف. حضرتك انت بتقعد عليه وبتحكم عليه نفسك، فوق ما انا ماشي. يا فندم؟ اقعد عليه، بقول لك حضرتك اقعد عليه واحكم عليه نفسك. حاضر. اتفضل يا هان. حاضر. اتفضل يا ملان. اتفضل يا بيه. اتفضل. اوعى يكون بيكهرب ولا كده عشان ما بحبش المقالب. ها؟ لا ما هو مفيش ميه ولا مش نقص ما يقلقش من حاجه خالص. هو تقريبا اللي هو طلع له في مناخيره. اول ميزه في الجهاز ده ان هو بيشقعك في الصيف ويسخنك في الشتاء. وفي الربيع بيعمل ايه؟ بيطلع ورد؟ ورد ايه يا ناشا؟ انت لو جربت الجهاز ده انا هتحلم بيه، في مساج وفي مقلاج. الميزه الثالثه بقى كمان تلبس المطلوعه دي هتشوف جو ثاني خالص وهتشوف مناظر طبيعيه ومزيكا خلابه. اتفضل يا هاني. هذا نايس ليه؟ الله، هي دي. ايه رايكم في الدراير ده بقى؟ دراير ايه يا طنطي؟ ده بيجيب جرب. جرب ايه؟ امال انت عايز تنشف هدومك ازاي؟ عايز تنشرهم على حبل غسيل عشان كل الجراثيم تيجي فيهم؟ لا، انا هدومي لازم تدوق الشمس، وتحديدا غيارتي الداخليه بقى على فكره. ايوه يا ماما، هي غياراته لازم تشوف الشمس. صدقي حلو بجد. انا هجيب واحد عندنا في البيت. نسمع. يلا اسكت. نسمع. قول على الرحيم يا رحمن يا رحيم. مساء الخير يا فندم. دي شاشه ليد 80 بوصه 4K كواليتي عاليه قوي يا فندم، وكمان معاها هوم سيتر هديه. بص حضرتك الصوت بيبقى عامل ازاي يا فندم. يا فندم أنا آسف. طنط، ما شفتيش نسمة؟ هي مش كانت معاك؟ كانت معايا بس اختفت. اختفت؟